الشاب على طول التسديده ولا التسديده ولكن خارج ارض الملعب الكوره لرميه مرمى عند الحارس هنا محمد حسني. محمد حسني من اروع الحراس الحقيقه. محمد حسني في البطوله ادي كوره على طول التسديده لم تتسنى وتخطط ممكن تعمل مشاكل اعلامي ولكن الكوره خارج ارض الملعب هنا لرميه مرمى. هذه الكرة اللي بدأت تشاهد فوق الجميع ولكن الكرة تخرج ورا ثانية تنس تنس لسه بنتكلم على تعادل بين الفرقتين. ايوه كده صوت احلى كده. كرة لتنس على طول السيتي كلاب كابوريا هو اللي هيلعبها يرجع للحارس مرة ثانية حسني لمسات وتمريرات تعدي الكرة لقدام تعدي الكل تعدي الكل وترجع بقى رمي مرمى لصالح اليوم السابع اخر مباراة اليوم زي ما قلت ثلاث مباريات كانوا من اجمل المباريات. هل المباراة دي تبقى مثيرة زي ثلاث مباريات تبقى فيها يعني إثارة؟ وادي الكورة هنا ليه ركلة تماس عند سيتي كلاب تتلعب الكورة من ناحية شمال وادي معاه الكورة يحاول يعدي لكن مقفول عليه نمرة خمسة هنا اسلام مسعود. اسلام ياخد الكورة يخرج من الكورة مرة ثانية تمريع لقدام حلوة الكورة حلوة الانطلاقة مرة ثانية أنور معاه الكورة اللي بيحاول إن هو يعدي عمر أنور ولكن مرة ثانية تغطية دفاعية ترجع من ناحية اليمين لسيتي كلاب ترجع في التمريرة عراقي واقف عراقي هيشوط هيشوط هيشوط